اتفضل يا فندم. حضرتك الحاج علي لما سأل قال ان المبيدات ومستلزمات الانتاج بوجه عام هو كان بيتكلم على تسعير المحاصيل أو اسعار توريد حضرتك المحاصيل. طبعا في موضوع المبيدات وموضوع الاسمده وموضوع المحاصيل والبذور والتقاوي الحاجات دي كلها يعني معالي الوزير برضو اتكلم فيها في بيان الحكومه اللي عرضه هذا الاسبوع. طبعا العرض كان جميل جدا جدا. من ضمن البيانات اللي هو عرضها سعادتك قال ان احنا تم تسجيل 3 اصناف قطن جديده وجاري تسجيل صنف في طويل التيلة. واخد بال سعادتك ده طبعا شيء جميل جدا جدا ان احنا فعلا بنبدا نعمل استنباط اصناف جديده. لا وعشان طيب. التسجيل ده مهم يا دكتور عصام عشان نحافظ على اصنافنا ما يتمش سرقتها. تمام سعادتك. وفي نفس الوقت قال ان احنا بنعمل عمليه استيراد لحوالي 95% من محاصيل الخضر ودي حقيقه فعلا هنا تقاول. تقاول سعادتك ايوه طبعا التقاول لكن المحاصيل لا انا بتكلم عن التقاول وقال ان احنا قمنا بتسجيل عدد 23 صنف هجين لثمان محاصيل لخضر اللي هي الطماطم والفلفل والباذنجان والبطيخ والكنتالوب والبسلة والفاصوليا واللوبيا. واخد بال سعادتك هذه المعلومات طبعا لما فعلا تبقى موجودة حقيقة على أرض الواقع ويتم الاستفادة منها بالفعل ديت هتبدأ تسدلنا الفجوة اللي احنا لا دي موجودة على أرض الواقع لأنه فعلا بدأ المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر الحقيقة بدأ يشتغل شغل رائع وسريع لأن احنا عندنا فجوة عاوزين نستمر بقى لا عاوزين نستمر لازم هنستمر بالضبط. دي حاجة. الحاجة التانية اللي أنا أطالب بيها بإذن الله تعالى إن هذه التقاوي وهذه البذور وهذه المنتجات اللي احنا بننتجها في وزارة الزراعة تعرض في الجمعيات الزراعية. واخد بال سعادتك ليه؟ ما هو هي تعرض امتى يا دكتور عصام بس لما نصل لمرحلة الإكسار بإذن الله. ما انا بتكلم على المرحلة اللي جاية بإذن الله تعالى لأن لازم يكون هناك دور فعال وقوي ومهم للجمعيات الزراعية والتعاونيات بوجه عام. هنتكلم عن الجمعيات وملف التعاونيات لأنه مهم. لكن معانا أحمد من الجيزة. ألو ألو يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا يا اخي يا فندم عامل ايه؟ بعد اذنك الحمد لله. وطي التلفزيون خالص. وطي التلفزيون يا فندم. انا عندي دلوقتي زرع الارض برشيم. لا ما هو مش يا اخي احمد وطي التلفزيون خالص او ابعد عنه عشان نعرف نتواصل بعد اذنك وكلمني من التليفون. اتفضل ماشي يا فندم. حضرتك انا عندي دلوقتي الارض صراحه برشيم وفيها حمولة. وفيها ايه؟ الحمول ده حمول. حمول حضرتك عاوز دواء اعرف دواء ليه للبرشيم. طيب حاضر. دواء للحمول. طيب لانه لا خد بالك انت لو تقدر تنقي الحشائش دي نقيها. لانه غير مسموح بان احنا نرش مبيدات على البرسيم. لان حضرتك عارف انه البرسيم ده محصول علف. تمام. يعني حضرتك بتحشه وبتاكله لمين؟ للمواشي. فما ينفعش باي شكل نستخدم مبيدات. صح يا فندم. فانا انصح حضرتك لو تقدر تعمل نقاوه يدويه لهذه الحشائش يبقى يا ريت. طيب في استفسار اخر؟ يعني مفيش اي ادويه ما يا يا ما ينفعش ان احنا نرش مبيدات على البرسيم ده ممنوع نهائي. طب انا ممكن نرش هو صغير يا فندم عقبال ما بيقعد 20 يوم ولا حاجه. لا 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 خالص لا لا يا فندم ممنوع. لكن انا ممكن اكافح الحشائش قبل ما ازرع البرسيم. اروي الارض وبعدين هتطلع الحشائش وابدا اكافحها. بشكرك. شكرا يا اخ احمد. يعني طبعا معروف يعني هو برضه حضرتك في نقطه مهمه جدا برضه في موضوع النباتات اللي بتؤكل بواسطه الحيوانات او الانسان. محاصيل العلف. محاصيل العلف هو فعلا مهمه جدا جدا ان احنا نقول للناس ان احنا ما بنستخدمش مبيدات في الفتره اللي هو ممكن ياكل فيها البهايم. ولكن في احنا عندنا الباثيلا سرونجنسيس حضرتك طبعا عارف الموضوع ده واستخدامها بيكون في مراحل مبكره للنباتات بحيث ان هي ما بتاخدش فتره كبيره جدا. واحنا بس احنا مش عاوزين نلجا يستمر يعني يعني عشان الفلاح ما نقولش تصريح ويبدا يستخدم لا احنا بالفعل يعني ولكن في الحاجات اللي هي بتؤكل بواسطه الحيوانات نمتنع امتناع كلي عن استخدام المبيدات وده يكون امن لنا وكلنا ان شاء الله. طبعا. خلينا بقى نتكلم على ملف التعاونيات. وحضرتك قبل الهواء قلت لي عاوز تتكلم في هذا الملف لانه الحقيقه من الملفات المهمه لان التعاونيات يا دكتور عصام ممكن يكون ليها دور كبير جدا في النهوض بالزراعه المصريه. تمام. يعني معلش اسمح لي يعني اذا كانوا المزارعين دلوقتي بيشتكوا من اسعار المحاصيل اسعار توريد المحاصيل حتى الاسعار في السوق دلوقتي ما شاء الله الاسعار في متناول الناس ورخيصه فلما بيبقى سعر البطاطس بهذا التدني والطماطم برضو بهذا الشكل يبقى الفلاح باعها بكام من ارضه
ده موضوع برضو. احنا مش بالنادي بان الاسعار ترتفع، لكن احنا عاوزين الفلاح يبيع محصوله بسعر مجزي علشان يكسب، علشان يستمر في الزراعه، صح ولا لا؟ تمام. لكن لو هو بيبيع المحصول بتاعه بخساره، طب ما هو هيزرع ليه؟